اهلا بكم من جديد. مازلنا دائما نعيش وضعيه جويه مستقره، اجواء ربيعيه، لكن درجه الحراره راح تكون متفاوته، راح تكون مرتفعه احيانا في بعض المدن، لكن راح تكون فصليه في مدن اخرى. حاله الطقس غدوا ان شاء الله مع الفجر سحب سفلى كثيفه راح تميز معظم المناطق الشماليه مع تشكل بعض الضباب الخفيف على المناطق قرب الساحليه الغربيه. بالنسبه للجنوب اجواء مغشه جزئيا بسحب عابره بدون فعاليه على مدن اطلس الصحراوي، صحراء تنزروف، منطقه ادرار، اعالي الهوكار التاسيلي، الجنوب الشرقي واقصى الجنوب الجزائري، لكن راح تكون أجواء غائمة بمنطقة تندوف. الرياح على العموم على المناطق الشمالية ما تعداش 30 كيلومتر في الساعة، على الجنوب راح تكون قوية نوعا ما، تتسبب في بعض الزوابع الرملية بمدن الجنوب الغربي بمنطقة الواحات، الجنوب الشرقي وأعالي الهوكار. في الظاهرة إن شاء الله راح نعرف بعض الأجواء الرعدية على المنطقة الشمالية الغربية تلتحق أواخر النهار إن شاء الله على الجهة الوسطى، لتلتحق ليلا إن شاء الله على الجهة الشرقية. على الجنوب راح تكون أجواء من مغشات إلى غائمة على مدن الجنوب الغربي بأعالي الوكالة التاسيلي، راح تكون هذه الأجواء أحيانا رعدية. عندنا أيضا سماء مغشات بسحب من النوع العالي المتوسط، دائما راح تكون بدون فعالية بمنطقة أدرار، شمال الصحراء، منطقة الواحات، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري. الرياح دائما راح تكون ضعيفة على المنطقة الشمالية ما تعداش 30 كيلومتر في الساعة، على الجنوب راح تكون قوية دائما، تتسبب في بعض الزوابع الرملية، لذلك الحذر مطلوب بمدن الجنوب الغربي، صحراء تنزروفت، أعالي الهوكار باتجاه الجنوب الشرقي. درجة الحرارة الدنيا غنوة إن شاء الله مع فجر نترقب بحول الله 6 درجات كأدنى مقياس بالأوراس، 8 بقسنطينة والصيف، ترتفع إلى 10 درجات بمدية بالعاصمة ووهران، 12 درجة ببجاية وجيجل، بتلمسان، غليزان، معسكر وشلف، بالبيض، نعامة وسعيدة، وترتفع إلى 20 درجة كأعلى مقياس بالمناطق الشمالية على الجلفة، تيارت والأغواط. بالنسبة للجنوب ما تعداش 23 درجة بمدن الأطلس الصحراوي، 20 بتندوف، 22 بأعالي الهوكار، ترتفع إلى 24 درجة بمدن الجنوب الشرقي، 22 بعين صالح، أيضا ببرج باجي مختار، وترتفع إلى 30 درجة بأدرار، بعين قزام، وعين أزاوة. في الظاهرة إن شاء الله درجة الحرارة قلنا أنها تعرف ارتفاع محسوس على المنطقة الجنوبية، توصل حتى 45 درجة ببرج باجي مختار وعين قزام، 32 إلى 35 درجة بأعالي الهوكار التاسيلي، على مدن الجنوب الغربي توصل حتى 40 درجة، ترتفع على مدن الصحراء الوسطى إلى 42 درجة كأدرار، عين صالح والتيميمون. على الجنوب الغربي راح تكون منخفضة نوعا ما مقارنة بالجنوب الشرقي، توصل حتى 32 درجة ببشار وبني عباس، وتنخفض إلى 36 درجة بتندوف، 37 درجة بغردية وزلفان، 34 بمنطقة الواحات على حاسم سعود توغرت والواد. بالنسبة للمناطق الشمالية تكون مرتفعة بالمدن الداخلية والهضاب العليا الوسطى، توصل حتى 34 درجة بمدية بشلف، بأيضا الجلفة وتيارت، تنخفض إلى 29 درجة أحيانا من جهة المدية وبيرة، 22 درجة أيضا بقسنطينة ميلا والصيف، 30 درجة بالبيض نعمة وسعيدة، 22 درجة أيضا بالأوراس، ومقياس من 24 إلى 29 درجة بجيجل ببجاية بالعاصمة وضواحيها، ترتفع إلى 30 درجة من جهة وهران، عين تيموشنت وبني صاف. حالة البحر غدوة إن شاء الله سيكون من قليل الاضطراب إلى جميل على السواحل الغربية والوسطى، يتحول أواخر النهار إن شاء الله إلى مضطرب، ويكون مضطرب إن شاء الله على السواحل الشرقية، يتحول إلى قليل الاضطراب أواخر النهار. رياح على العموم راح تكون مختلفة الاتجاهات على طول الشريط الساحلي، سرعتها ما تعداش 40 كيلومتر في الساعة، أحيانا توصل محليا إلى 50 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية والوسطى. نختم هذه النشرة بالمعلومات الفلكية تخص الجزائر العاصمة وضواحيها، غدوة الثلاثاء 9 مايو 2017، الشروق يكون في حدود الساعة 5:46 والغروب يكون في حدود الساعة 7:43. تبقى العناوين الإلكترونية في الخدمة لمزيد من المعلومات فيما يخص أحوال الطقس وحتى البيئة. اختلنا هذه المرة نودوكم من مدينة سطيف وهذه الشلالات الجميلة. أوقات ممتعة مشاهدينا الكرام مع باقي برامج الشروق، وفي أمان الله.